فطاير بالعجينة اليابانية وبحشوة الجبنة. في داعي أحكي لكم عن الطراوة ولا عن الطعم؟ ولا أخلص الصورة لحالها أصلاً بتكفي. بصدقوني إنه بتنافسوا فيها أفضل المخابز، والطريقة كالعادة شرح سهل وواضح وبتزبط مع أي حد رح يعملها بإذن الله. رح أبدأ بعمل التانغ زونغ اللي هو المحسن الطبيعي للعجينة. 3 كوب من الطحين مع كوب إلا ربع من المي، بخلطهم هيك لحتى يختفي الطحين، بعدين على نار هادية مع استمرار التحريك، ما بشيل إيدي أبدا لحتى أحصل على عجينة هيك تتجمع مع بعض وتكون عندي هيك مطاطية ولينة. بحطها بصحن وبتركها تبرد. 4 أكواب طحين، بيضة، معلقة كبيرة خميرة، معلقتين سكر، معلقة صغيرة ملح، معلقتين كبار حليب باودر، عليهم المحسن بعد ما برد. كل المقادير سوا بالعجانة وبحط عليهم كوب من الحليب الفاتر، وهلأ رح أعجنهم مع بعض لمدة 7 دقايق لحتى تتكون عندي عجينة. وبعدين عندي هلأ رح أحط الزبدة، بتكون الزبدة طرية بحرارة الغرفة. أول إشي بحس كأنه العجينة فصلت، بعدين بترجع معي العجينة بتتجانس، بتكون عندي عجينة طرية وما شاء الله بتجنن. بحطها بوعاء مدهون من الزيت وبخمرها لمدة ساعة. للحشوة جبنة بيضة مبروشة وجبنة تشيدر مبروشة ومعلقتين كبار مليانين من جبن الكريمي او جبن الكاسات، وهيك الحشوة صارت عندي جاهزة. هون العجينة بعد ما شاء الله ما خمرت وجهزت معي، هلأ رح اطلع منها الهواء الزايد واقطعها لكرات تقريبا هيك بهذا الحجم، بحاول يكونوا متساويين. برش رشة كتير خفيفة جدا من الطحين، وهلأ بفرد العجينة، بحاول افردها بشكل مستطيل بهذا الشكل قد ما بقدر، بحاول هيك اضبط شكلها تكون مستطيل. على الطرف بحط كمية من الحشوة تكون هيك مناسبة. وهلأ عندي بقطعة البيتزا بعملها بهذا الشكل وما بوصل للآخر مثل ما انتو شايفين، بقفل على الحشوة، بسكر كتير منيح عشان الجبنة ما تطلع، برجع بلفها كلها مع بعض، بسكر هيك الطرف وبخلي التقفيلة للأسفل. هيك صارت عندي جاهزة، شوفوا ما شاء الله ما أحلى شكلها. حطيتهم بصينية الخبز جنب بعض وتركتهم يتخمروا مغطيين لمدة 20 دقيقة، بعدين بدهنهم بصفار بيضة مع شوية قهوة مدوبة، بيعطوكم من 14 ل16 قطعة، وهون خبزتهم على درجة حرارة 200 لحتى هيك يتحمروا معي من الأسفل، وحمرتهم كمان من الأعلى. بس يطلعوا بدهنهم بقطعة زبدة باردة من التلاجة، بتعطيني لمعة وبتعطيني كمان طعم، وهيك جهزوا معي طعمهم بشهي، ضروري تجربوهم.